فالسنة السنة يا أهل السنة تمسكاً وعلماً وعملاً ودعوة، فهي الرصيد الباقي وأعظم ما يقربكم من الله عز وجل، كيف لا، وهي الحمية لدين خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتهاون المرء عن نصرة السنة خوفاً من عداء أو مجاملة لعدو، وليعلم أنه كلما كان بدين الله أقوم كلما كانت الحرب عليه أشد وأشنع. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكل من كان على طريقة الأنبياء الواضحة الناصعة ودعا إليها لا بد وأن يكون له أعداء من المجرمين، ولكن الله تكفل بهداية من دعا إلى سبيلهم ونصره، ومن كان الله معه فممن يخاف وممن يرهب. والقلوب بين أصابعه يقلبه كيف يشاء، ومقاليد الأمور في يده يصرفها كيف يشاء. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، كفكف دموعك فالطريق طويل، لا تترك الدمع العزيز يسيل. في أول الدرب الطويل تحسر، ماذا عساك إن ابتليت تقول. يا أيها السني لا تجزع إذا شح الوجود وهاجمتك فلول، واعلم بأن الله ناصر عبده وله مقاليد الأمور تؤول. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وأنت راض عنا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.